اونلاين ايرن بيوتي. يا احمد اتكلم عن المنصه ديت او الموقع دوت وقول لنا هل الموقع بيدفع فعلا ولا لا. ده كومنت من احد الاصدقاء، فهنعمل ريفيو سريع لموقع اونلاين ايرن بيوتي، الربح الجميل من الانترنت. ده ترجمه الموقع، فهنشوف الموقع فعلا في ربح جميل ولا لا. ولكن مهم جدا يا صديقي قبل ما ندخل تفاصيل الفيديو، اول حاجه تعملها لايك وتدعمنا بالاشتراك في القناه وتفعل جرس التنبيهات. ندعي دعوه من قلبنا لاخواتنا في فلسطين ان ربنا يا رب ينصرهم. قولوا امين يا جدعان. ما تنساش اخيرا تصلي علينا في الكومنتات دلوقتي. تعالى نروح نشوف الموقع اللي معانا. زي ما هو قدامك كده بيقول لك اكبر شركه اعلانات في العالم. طبعا بيقول لك ان ده بيكسب لحد 400 دولار في اليوم، ورسائل كل شويه تظهر لك بناس بتسحب فلوس من الموقع. ازاي بقى ان انت تنضم؟ بيقول لك لما تنضم هتكسب 10 دولار، تقدر تكسب فلوس من خلال ان انت تتفرج على فيديوهات وحاجات زي كده، والسحب عن طريق بيبال بيتكوين والنقد الدولي او حاجه زي كده. طبعا فلوس في ناس بتظهر تم دفع 756 دولار لهم عن طريق بيبال. دي رخصه الموقع او الورق المعتمد يعني. دي طبعا اراء العملاء بتقوم على المنصه. ناس سحبت 1000 دولار، 257، 610، ونفس الرسائل تاني. طبعا الموضوع مغري الى اكبر حد ممكن. اقول لك انضم دلوقتي واكسب معانا 10 دولار. انضمينا وجمعنا فلوس وحبينا نسحب فلوس، لقينا ان الموضوع لا، بيقول لك لا مش ينفع تسحب عادي، لازم تدعي اصدقاء ولازم تتفرج على فيديوهات ولازم في مهمات رخمه شويه تعملها، يعني مهمات تعجيزيه. ولكن عملنا وعدينا وتخطينا، ولكن مفيش حاجه بتوصل. بيقول لك ان السحب غير ارسال او غير مراجعه ولا في حاجه بتوصل. تستنى شهر، تستنى اسبوع، تستنى سنه، مفيش حاجه هتوصلك، لانه ببساطه الموقع بيشتغلك وبيعتمد على ان انت محتاج الفلوس. يعني هو بيعتمد على احتياجك انت، فانت داخل بتجمع فلوس بسرعه. ما احتياجك انت مش دولار ولا اتنين ولا خمس، انت عايز 1000 دولار زي ما هو بيقول لك كده. فانت داخل على الموقع عشان تجمع ال 1000 دولار. ده اغلب الناس اللي بتشوف او دخلت على الموقع وهتشوف الفيديو ده احتياجاتهم، عايزين فلوس بسرعه او كبيره في وقت قليل. فالموقع بيقول لك كده هتاخد فلوس كبيره في وقت قليل، ولكن الموقع نصب لانه مش بيدي فلوس. هو بيديك ارقام في الموقع، ولكن في الواقع او في الحقيقه عند السحب مش هيديك اي فلوس لانه نصب يا جدعان. فلو انت دخلت على الموقع وبتدور ازاي تسحب منه، فالموقع نصب، الموقع فيك، ما بيدفعش فلوس. انت لو حد قال لك ادخل وجمع فالموقع فيك. صاحب اللي كتب لي الكومنت دوت انا بعتذر لك والله، ولكن الموقع للاسف الشديد طلع نصب. بس كده فيديو بسيط عن منصه ايرن اونلاين بيوتي ديت، موقع او منصه نصابه. لو انت عندك اي حاجه خايف من الناس بقى في الكومنتات، اصحابي بقى اللي بيقولوا لي يا احمد جيب لنا مواقع، انا جبت لكم فيديو الفيديو اللي فات في مجموعه مواقع، وان شاء الله في فيديو تاني وفيديو تالت وفيديو رابع في مجموعه مواقع او مواقع بتكسب فلوس عن طريق بيبال ومنصات تانيه كتير. فاستنوني شويه كده وشويه كده، ولكن صدقني مكان الفيديو ده كان هينزل فيديو تاني كنت بجهز له، ولكن لسه ما كملش عدد المواقع اللي فيه، فاكمل العدد اللي فيه تمام وهنشره لكم والكل يستفاد. فانا مش طالب منك غير دعم، مش طالب فلوس، مش بقول لك دعمني بفلوس من مش عارف ايه، في تشكرات وفي حاجات كده، لا. انا كل ما احتاج منه ان انت تدعمني بس، تكتب لي كومنت. لما بتتفرج على الفيديو للنهايه ده بيعلي ريتش الفيديو، لما بتشير الفيديو لاصحابك برضو الناس اللي مهتمه بالحاجات ديت. مش عايز حاجه تانيه. سلام.